بسم الله. أحاديث قصوى أرورتي خوارج دا خوارج دا نصوى مري قال ليس انت صريح كما هاي ظاهر بيكوت هاي فرق ما نرد حي صريح يا ظاهر. أحاديث هو صريح في تكفيرهم وحقبوا أهل القبلة معرق مركز صريح كما هاي ظاهر بيكوت هاي تاسوى مسألو ظهور كنا وشيء نسبي وواحد يقى ظاهر كوة يعني أنا يقى ظاهر إنه قنينين وح عبد الله أم مقدان أن أم محمد أم قنينين وح علي أم مقدان جامع أم قنينين كل با فهم كذا ينصوص هذا يأذ هاي ستة أدلة يا معارض يا حالات قيمين هذا يكحران طاي بمجرد وضع اللغوي كلية ظهور كلاك مقاطو بحسب القرائن مقام كأحواشيسة واقع قيمين تيسة الأدلة الخارجة المعارضة والله في ريو هولها صدام با يا وحكو حرينيين مركا سيدنا علي أصيقها دي الله صلى الله بتقول ليها علي وقيل بحين وحيليين آثارت أورنا يسا علي إنو يدى خوارج مكي لو يدي من الكفر من الشرك فروا منافقين ماها لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا سقنان شيئا والغا النقاشية بخارنا آثارت أكتسا كما سقنو وذا ده حجينا وحيليهن علي وحو خوارجه التكفيرين واي سانا اويلي حلق اصوغ او نولا يوجو يقوليه لكل مي كفر عد يعتقاد عدو فاسد ويعضيستين مجيرو اصغا اكتيس وينو يقونو بحين اصنطا عديس اي كب بحين حقا نايدهن كو اضيع مينو الى اد تحكيم كاللابطو وكتاب كربك اوهو قانسنتو وتقوليها بغادا ميل سارتو تقول كذا فاسد كا إنه هذا كدف عينه جاليسين تلا جاليسي أيه وارك هاي بيسلي هنا وقاب كاسة يقول لكان أيهو وآثرت علي أتوضع ويكسر قنطاي لكن علي وحالقة يا بلين جماعة ولا دجال لما إن أصلا كأرك تلمامه أها عفن أراد اعتقاد الكفر جاء هيد وحن كان هيد إن يجد جويل قطع طرق النقدين صحابة عفن مسلمين تقاركون اللهية قفك مسلم كأنا روح مسلمين تأولا أدي له كما قالوا بي لي إن حول هذه قاطة تأولا كقالوا بي ما هي إذن طائفة علي أسوء قاري المحكمة الأولى هيد كفري حطوا يكون عين علي ما دام أوصا أرك وحن قصوا قاضي إن يهين طائفة من البغات صادرت حوله هذه موسى غنيمي سنين صبايات موسى كقبنين سيدي مرتدين ولا موسى رقمين هل كاس يقول لها لمريا أبو عبد الله البخاري أزغو على فهم السلف سامح يقول رقمي واي لما أوران كروها دي أبو عبد الله البخاري أساء كتاب كي سوحو كو قوري باب نانو دي حديث كو يدليل كو عدادو إن وداد وركي أن وحبال لغا سوقا دينين أبو أمامة الباهلي أحاديث دورة يا آثار دورة لغا وريا ويوداد دبدا لين ويسوغان تهي آثار ظاهر كوا خوارجتي حلقي سيدنا علي صوب بحضي إن إقاليهين وأنا وين نقديانو وحيليهين وحالف تفردي وذلك أبو غالب بها أصينا أثاث كد الوريسة نين تفرد كسل أقبالي كرنا معها بالأصول أحاديث منكرة أوي رقبا سيدا كتكي رأي قاسنا نيق الحق بدن ومن ثم أيوه حاني دادا صحابي كسو قنتهاي تكفير انت خوارجتي في المحكمة الأولى ما أي جرتو ساسوي لكن مثلا ولتاقا أحاديث وظاهره في تكفيرهم أبو عبد الله البخاري الكاسو مري ولعل آثارت أبو مامة الباهي لغوري حتى مقدمة ذا وحد كوار كرتان سنة المماجبة يكجن آثارت إن أكتيسة كسوان تيوال لغي أبا مركوة مسألة خلافية بين السلف مسألة خلافية بين السلف وي مركا لما أرنكرو محابة عبد الله البخاري على منهج السلف الصالح وفهم واي نصوصتنا ظاهرة ظاهرة كتايموين مكماها النص صريح كماها تكفير كان نينك مرك اعتمادا يا إنه أيق التكفير يو قليه هورا كم تكفيرنا يو إنا المسلمين لاين كم تكفيرنا إني حولقاتين كم تكفيرنا يو إني تدقو يصمين كم تكفيرنا إني جماعة المسلمين تكل الجبيين كم قال يسين إني عسيدنا عليك بحين هوش اللو قال يسين وحوي وحي قال يسين ضد إسلام ما الله به بالقطع واليقين ومن خالف القواطع
نينك قواطع ذا يدريات كخلافة أسوه اللي قدرين وقرنين وكافر أما الله به أصل كاس الله أسقلي والتأويل في الدريات وغير مسموع وغير مقبول وتأويلك في الدريات وتكذيب لا تأويل بحث كاس يمر كذا قاشنا يعني منك تكفيرنا والعلم عند الله العلم عند الله أنا ما بفرح تاج السؤال هذا ولا بضاق ده يحرم بضاق قادنا هي مرحبا سؤال هذا ما فهمك علي معيار بيلي هذا معيار كذا وعدم الإلزام وعدم الإلزام تأصيل النظر الاجتهادي وأنا قصوم الرأي محاضرة دي ما هيد تحذير فقائنا نكم الرأينا فردقان كمر فردقان كل شيء روحي معصية هي مخالفة دينة أتكو أرقتو كدمنا أدو قدكتو أما أدحجدو كأكتو كإستاقي واي إن أدقويسو تعزيرا ومسألة الهجر باللو يقانا مقاطعة وهجو أهل البدع والمعاصي بالليل هذا إن أدو قيسو تكفقاتو أدو كو جناحية كو تعزيرية والو أقولي ومسألة دينات لكن إن الإلزام سو مسلمين تكالي أو تذننك وننحن وحي وحاسو سميي هبل كمبرن وهبل لو حوية هاي ورقنك لقع عرري أنا ذو حي إلزامين يسا وحات أدو قبطينا سميييو او هبل وسميو هبل سنين كاس ما دام وحو سميي وين لقبر النقط نين كبر نقون واينا انا وان كسي بر نقون هيا كل غن وا اسكو با وتاصيل النظر الاجتهاد ان الاصل دين كدكتو مساله ان مضنين ان لغا دغو اصل دين او مساله اجتهاديه خلافيه خلافا صائغا اركتي ادو كو موقتي او روح كو غيسي اما اد كولا دغالنتي اما كو تعزيرسي ان الامه دي انتي كلي الزامسو أو نظريات كوب بدشو أصول كدكتو ومن البدع أن يرفع المظنون إلى مرتبة المعلوم وبالعكس بقول ابن الوزير وحكم إذا بدع الدين تكم لسوقلي شيء مظنونة إن المقطوع ضروري كدكتو شيء ضروري أصل كدينا أن الفرع اجتهادية عرسه لبضع وزيادة في الدين ينقصان منه هو مركم معيار بيليد وحاوي عدم المغالاة في البراءة روحة كفر ولا كجبر النغني حتى كفر قد كجبر النغطة أذو هذا نوع أنا أقول إما إلزامي كرتين وين أنا إيه عضي صوت إنك قال نبى سو كتيرة وحي وحاس كتيرة كبر النق كإلى إسكي إلى لي كفر جمرك أذو قاد كو أرقتين إليه كجبر النق بار لمن نغني كفر خلافي كفري مجمع عليه تارك الصلاة وين إنك ساتر وأنا كافر أنا ما قبل كافر يا تصالح قابل حاطر حسان وننكا تارك الصلاة كمثلا أنو تارك الصلاة مكافرين قبائل هذا تصالح الدين وضع حسان وننكا تارك الصلاة كا إن ذي كبر النقض محل كبر النقض لا ضاي أنو قبيل وكافرية وذي إلزامي سحاطر هذه أزوج اسم دبتي قري قيبة قاضية قرية زلتي يعني هو خلط إسكيل علي مركب إلزام كا يأفدوك إيمانيس waxay ku dhaceen reey khawaarijti xilliga waxay ku dhaceen umaradii jawarada ahayd reey banu umay bay arkayeen inay qasabta in laga bari noqdo umar abd alaziz ragii dambe culumada qiimaha badnaa waxay arkayeen nimanka inay mutaawilin ahaayeen baraa guudna aan laga qaadan karin laakiin ruuxi macsiye lagu arko iskii loo saxay loo qabanay waxay dhamar badad ka bari noqon wayd inkuna gaala la tihi ilaad kabir noqoto reer banu umay laga soo bilaabo mucaawiya
ماي عثمان بيد ابن عبد الشمسوران لغزو بلاب الى اخر ادونا ادونا قالاتي لكن حق كلا عادل باطاي سنه كو دقميسا كتابك باد كهلينيسا وحي كو قونسدان او كلي وايين عمر بن العزيز الخليفه الراشد وان كان انه لم يتبرأ من بني اميه مركه مقالات كنوع عسى الله يسكي ابو محمد سوي حوليه ملائكته ما لو صلي كرا ملائك ما حق دونتي دد كلا وصلي اولان هاي ملائكته الرسول شو لو صلي كرا ملائكته الرسول شكله صلوا على انبياء الله فانهم بعثوا كما بعثوا بحديث حسن كويم انبياء ملائكته الرسول شكله ولو صلي كرا وحلقه الله ودد كان معصومين تاهين الصحابه المسلمين تكلا